السلام عليكم. بتجيلي اسئله من عينه انا خريج كذا وشغال كذا، وخريج مثلا جامعه ملهاش علاقه بشغله، او شغله ليه علاقه بالجامعه بتاعته، فيجي يسالك يقول لك طب انا هشتغل ايه، او هل انا ليا شغل ولا لا. طيب انا شغال اكس حاجة معينة وعايز اجي اعمل ايه؟ زي ما كررت في الفيديوهات كتير كتير في الفيديوهات اللي فاتت، اول سؤال انت محتاج تسأله لنفسك هو انت عندك خبرة في الشغلانة دي ولا لا؟ طيب لو ما عندكش خبرة وهتروح البلد وقدرت تدخل البلد، ليه صاحب العمل هيشغلك انت ومش هيشغل حد تاني؟ تاني سؤال مهم، لو انت بتشتغل شغلانة وعندك فيها خبرة، هل شغلانتك دي مطلوبة فعلا في البلد اللي انت رايحها دي ولا لا؟ يعني لازم تدور على البلد اللي شغلانتك مطلوبة فيها، مش البلد اللي تقابلك تروحها وخلاص. لانك لو رحت وخلاص، لو قدرت تدخل بلد هتشتغل ايه، الرانينج كوست، تكلفه المعيشه هتجيبها منين. اما السؤال الثالث بقى، فالشغلانه دي متطلباتها القانونيه ايه؟ لان كل دوله فيها قانون عمل، وكل عمل بيشترط اشتراطات معينه لكل شغلانه. فهل الاشتراطات القانونيه للشغلانه اللي انت بتعرف تشتغلها واللي عندك خبره فيها بتنطبق عليك ولا لا؟ هي الفكرة انك لازم تدور في الثلاث حاجات دول، ايه اللي انت بتعرف تشتغله، وهل عندك خبرة ولا لا، وهل شغلانتك مطلوبة ولا لا. فانت قبل ما تروح اي بلد لازم تدور كويس وتقرأ وتكلم مع الناس وتسأل وتحاول توصل للمعلومة. فكرة انك عايز تسافر او انك عايز تشتغل، عايز تجرب خبرة جديدة في مكان جديد، ما هو الا حلم جميل انت بتحلم بيه وتقعد تفكر فيه وتنام تحلم وتصحى تحلم، وطول ما انت في المواصلات ومتضايق تحلم. لكن الفرق بين الحلم والخطة ان الخطة بيبقى في هدف، وبعدين بيبدأ يبان خطوات كده عملية انت المفروض تعملها. فلما تكون عايز توصل لمكان لازم تخطط له. لما بتكون رايح مشوار بتقول انا محتاج اركب المواصلة الفلانية وامشي في الطريق الفلاني وقابل كذا عشان يوصلني لكذا. لكن هي الفكرة ان هو الموضوع لو بالنسبة لك مجرد حلم فانت مش هتعمل حاجة. ومش شرط الخطة تكون واضحة من النهاردة 100%. الخطة بتبدأ بشوية حاجات صغيرة، ومع الوقت الدنيا بتبان، الخطة بتتعدل بتتغير. ممكن لما تمشي في المسار ده كله وتلاقيه في الاخر بيوديك على بلد تانية غير اللي انت عايز تروحها. فهي الفكرة انك لو عايز تعمل حاجة لازم تحط لها خطة. فخليني اقول لك بداية الطريق بالنسبة لنيوزيلندا. انت الاول حاجة محتاج تعرف انت شغلانتك موجودة في القوائم بتاعت الشغلانات المطلوبة ولا لا. اللي انا بنصح بيه دايما انك تدور في قائمة اللونج تيرم شورتج ليست، هي القائمة اللي فيها الوظائف المطلوبة جدا لفترة طويلة جدا، ودول اكتر وظائف مطلوبين في البلد. ولو شغلانتك موجودة على قائمة تانية فانت برضو محتاج تقرأ عن القائمة دي وتعرف ايه المتطلبات بتاعتها، وتعرف انك لو لقيت شغلانة على القائمة اللي اسمها اكس ايه اللي المفروض ان هو يتم وايه مواصفات الشغلانة. وهقول لك على الفرق الجوهري اللي دايما بيخليني اقول للناس تروح على الشورتج ليست ما تروحش على اي قائمه تانية. معظم الشغلانات هنا لو هي مش موجوده في الشورت ليست فانت محتاج سبونسرشيب، محتاج كفاله من الشركه، محتاج شركه تكفلك، شركه مش بس تديك عقد عمل، لا هي هتعمل لك سبونسرشيب. وعشان الشركه تعمل لك سبونسرشيب لازم يبقى عندها حاجه اسمها اكريديتد امبلويير، ان هي يكون عندها مستوى معين ومستوى معين من الحسابات. قصه طويله عريضه عشان يمكنها ان هي تجيب حد من نيوزيلندا. او على الاقل الشركه اللي هتعمل لك هايرنج دي اللي هتوظفك لازم تكون عملت مجهود خزعبلي، تكون عملت اعلانات وعملت يكون معاها السندات القانونيه اللي هي تقدر تقدمها وتقول ان هي فعلا دورت في نيوزيلندا ما لقيتكش. عشان كده دايما بنصح الناس يروحوا على شورتج ليست، لانك لو شغلانتك في شورتج ليست اول ما بتلاقي عقد العمل بتقوم مقدم مباشره، مش محتاج بقى لحتى الامبلوير بتاعك بيملى لك فورم عاديه جدا ما فيهاش اي نوع من انواع الكفاله. انا شغال شغلانه اسمها اكس وعايز ادور اشوف الشغلانه بتاعتي دي موجوده على اي قائمه. هنقوم داخلين على الويب سايت، هتلاقوه موجود تحت في صندوق الوصف. الويب سايت ده هو موقع بتبحث فيه باسماء الوظائف، بيطلع لك كل وظيفه هي في انهي قائمه، والموقع ده هتعرف كل المعلومات الخاصه بالوظيفه، وعلى اساسها هتقرر انت هتمشي ازاي وهل البلد دي هي الانسب للوظيفه بتاعتك ولا لا. كل انا عايز اقوله انك لو عايز تروح تشتغل في مكان لازم تخطط للموضوع ده. الموضوع كده مش هيمشي لوحده، لازم تسعى، لازم تخطط له عشان توصل اللي انت عايزه. وفي الاخر بتمنى لكم التوفيق والسداد، وان كل واحد ان شاء الله يوصل للي هو عايزه. استنونا بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولحد ما يجي الفيديو الجاي عايزك تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل له شير للناس اللي بتدور على شغل، وتعمل سبسكرايب في القناه عشان دايما تكون اول واحد يجيلك تنبيه لما ننزل فيديو جديد. وسلام عليكم.